واستقبل سموه رعاه الله رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم ورئيسة وفد العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي ميشيل أليوماري والوفد المرافق، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد. وأكدت رئيسة الوفد البرلماني الأوروبي عقب اللقاء أن الاتحاد الأوروبي يقدم كل الدعم للوساطة التي تقوم بها الكويت من أجل حل الخلاف الخليجي.